تقول: حججت فريضتي ولم أرمي الجمرة الأولى وأنا قادرة، ولكن محرمي منعني من ذلك خوف من الزحام، ماذا يجب علي وجزاكم الله خيرا؟ إذا كان التوكيل لعذر زحام شديد أو المرأة ضعيفة ولا تقدر على الرمي فالتوكيل صحيح، أما إذا كان ما في عذر فلا يصح التوكيل، يكون فيه فدية بدل رمي الجمرة. إذا كان إن ما لها عذر تقدر على الرمي، هي قوية والمكان ما فيه زحمة، عليها فدية. أما إذا كان فيه عذر، المكان مزدحم أو هي مريضة ولا تقدر، فالتوكيل كافي ولله الحمد. نعم.